يأتي إنسان ويقول والله مثلا إن الرؤية التي يراها الإنسان في منامه هو عبارة عن غيب يطلعه الله عز وجل على هذا العبد، ماذا بعد هذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يطلع أحد على الغيب حتى الرسل إلا من ارتضاه الله عدل من رسل ويخبره عن بعض الأشياء ليس عن الكل. ويقولون فهمنا التوحيد، أين الفهم للتوحيد وشخص مشهور ومعروف ويقول هذا الكلام؟ يعني هذا يعرفه أجهل أو أصغر الناس، ما يمكن أن يكون هذا. ولذلك هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الفلاسفة، وقالوا في الرؤى أقوال منكرة قبيحة ما تليق.